حزب تقدم الاشتراكية قدم يوم الأربعاء الماضي مذكرة في موضوع مدونة الأسرة والإصلاح ديال هذه المدونة إلى الهيئة المكلفة بمراجعة هذه المدونة. وبالطبع اليوم عقدنا ندوة صحفية من أجل أو لقاء إعلامي مع بعض وسائل الإعلام من أجل التعريف بمضامين المذكرة، وهي مذكرة تنطلق من مضامين الدستور والفرق الكبير الموجود بين 2004 و 2023 هو أنه كاين الدستور ديال 2011. الدستور ديال 2011 يقر في أول فقرة من تصديره بأن المغرب دولة ديمقراطية، وهذه الدولة الديمقراطية يسودها الحق والقانون، وأنها مبنية على أساس المساواة وعلى أساس تكافؤ الفرص وعلى أساس الديمقراطية وعلى أساس العدالة الاجتماعية وكذلك على أساس توفير الشروط ديال عدم التمييز المبنية على الجنس أو على المعتقد. ومن هذا المنطلق هناك إقرار كذلك في هذه الفقرة بأن المغرب يعتمد المواثيق الدولية التي وقع عليها كمرجع بالنسبة إليه. هذا جديد، ومن هذا المنطلق يتعين أن نناقش مدونة الأسرة، وعلى الأساس تقدمنا بما يفيد أنه خصنا واحد 16 نقطة اللي نرجعوها، وهي بسرعة تلك المرتبطة بمنع وتجريم تزويج القاصرات والقاصرين، منع تعدد الزوجات، التبسيط ديال المساطر ديال زواج المواطنات والمواطنين اللي موجودين في الخارج لانها نجد فيها تعقد، إلزامية عقد الزواج من اجل توثيقه، بمعنى نعالج الموضوع ديال ثبوت الزوجية، الإلغاء تمييز على اساس الجنس او المعتقد في مسألة الزواج، تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج بشكل مشترك بين الزوج والزوجة، الإقرار ديال المسؤولية المشتركة بين الزوج والزوجة في الولايات القانونية على الأبناء، توحيد المساطر ديال الطلاق والاكتفاء بالطلاق بالشقاق او الطلاق اللي فيه يعني الخلاف الطلاق الاتفاقي، كذلك اصلاح المؤسسه ديال الصلح باش تلعب الادوار ديالها ديال الوساطه الاجتماعيه، تسهيل الولوج الى مسطره الصلح بالنسبه للجاليه المغربيه في الخارج، معالجه الموضوع ديال الارث اساسا في نقطتين مرتبطه بحذف تعصيب وبتوسيع الفضاء ديال الوصية، السعي الى ضمان المصلحة الفضلى ديال الطفل، اضافة الى ضمان الحضانة بالنسبة بشكل متكافئ بين الرجل والمرأة بما يضمن المصلحة ديال المحضون، وضمان السكن ديال المحضون أينما توجد المصلحة ديالو. وهناك أخيرا الحذف ديال المادة 400، لأننا نعتبر بأنه لا يمكن أن نتمنى أن هذه المدونة ما تبقاش تاركة مجال للتأويل، ما تبقى تكون الصياغة ديالها دقيقة، تجاوز كل ما هو في من تعابير حاطة من الكرامة ديال المرأة على وجه الخصوص، وأنه يعني ضيق المجال ديال التفسير. ونقول بأن القاضي الدور دياله هو النطق بالأحكام، ليس هو دور ديال البرلمان اللي هو التشريع، وبالتالي هناك بالنسبة للفتاوى المجلس العلمي الأعلى الذي يقوم بهذا الدور، ولذلك نريد أننا نقلص تماما هذا المجال من خلال حذف المادة 400 من المدونة. Thank you.